السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإخواني المتابعين، معكم الدكتور ياسر حميد استشاري الأمراض النفسية للحديث عن موضوع العلاقة بالصحة النفسية. الحلقة لهذا اليوم قررت أنه أسويها حلقة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم التي أرسلتموها لنا عن طريق قناتنا على اليوتيوب اللي هي ياسر حميد سايكاتري، فرح أقرأ بعض هذه الأسئلة وأجيب عليها. فأرجو من كل شخص أرسل لنا تعليق أو سؤال على القناة أنه يتابع هذا الفيديو حتى يعرف الإجابة على السؤال مالته، فرح أحاول أنه يعني أجاوب على أكبر عدد من الأسئلة بهذه الحلقة، وإذا بقت أي أسئلة أخرى فرح نجاوب عليها بفيديو قادم، لأنه أحيانا والله توصلنا أسئلة كثيرة ومن الصعب جدا أنه نرد على كل هذه الأسئلة كتابة، فقررت أنه أسوي هذا الفيديو إن شاء الله يكون بفائدة لكم. وقبل ما نبدأ بالأسئلة أحب أتمناكم مرة ثانية رمضان مبارك، وأحب أنه يعني أدعي للجميع بأنه يتقبل طاعاتهم، واللي استطاع الصيام فإن شاء الله يتقبل منا العمل، واللي ما استطاع الصيام هذه السنة بسبب هذه الظروف اللي نعيش بها فإن شاء الله يعوضها بالمستقبل. نبدأ بالسؤال الأول، السؤال من حساب يسمى غزل أو عزل. السلام عليكم دكتور، جزاك الله كل خير. عندي ابني عمره 9 سنين، ماكو عنده أي مشكلة لما كان صغير، بس بسبب الحرب بسوريا ابني تعرض لمشاكل الرعب والخوف، فصار ابني ما يركز معي ولكن ذكي جدا ولا ينسى شيئا، بس أسأل شيئا لا يرد علي، وكمان لما أجعله يتعلم لا يستوعب مني، فهو كثير النسيان، يحب التلفاز وتقليد الأطفال، ولما يذهب للمدرسة يقلد المشاهد التي رآها في التلفاز، فالمدرسة المدرسين ظنوا أنه يعني هاي التصرفات اللي يسويها هي تصرفات غير طبيعية، بس هي تقول أنه ابني طبيعي بيعمل كل شيء لوحده، وأيام ببعته يجيب لي أشياء من سوبر ماركت وبيعرف، بس مشكلة التركيز، أرجوك ساعدني. فذهبت إلى دكتور تركي لأني مقيمة في إسطنبول، فأعطاني هذا الدواء، فأنا خفت أعطيه هذا، أرجو التوضيح عن هذا الدواء اللي هو الريسبيريدال لأن له أعراض جانبية. فطبعا يعني هذه واحدة من الأسئلة اللي تصلنا كثير، يعني السلوكيات، الاضطرابات السلوك وتشتت الانتباه عند الأطفال، هل هي هذا الاضطراب يستحق العلاج بالأدوية أم هو جزء من طبيعة هذا الطفل، أو بسبب أنه يعني وجود الكثير من الأشياء التي تشتت انتباه الطفل فيؤدي إلى حدوث هذه الأعراض. طبعا عمره 9 سنوات الطفل مثل ما قلنا أنه ما يشتكي من أي مشكلة سوى أنه تركيزه جدا ضعيف أثناء الدراسة، بس تركيزه جدا جيد لما يتفرج التلفاز أو يشوف الأشياء اللي هي تعجبه، وعنده موهبة التقليد يقلد كثيرا. يعني طبعا مثل ما قلت إحنا لما يجينا هيجي طفل نفكر باحتمالية اضطراب ضعف أو تشتت الانتباه وفرط الحركة عند الأطفال اللي هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder أو ADHD. طبعا أنا يعني اختصاصي مو اختصاص الأمراض النفسية في الأطفال، أنا اختصاصي الأمراض النفسية في الكبار وكبار السن، لكن يعني ممكن أنه يكون هذا الطفل طبيعي، ممكن أنه ما عنده كل أعراض الـ ADHD أو فرط الحركة وتشتت الانتباه. ليش؟ لأنه هي تقول أنه يسوي كل شيء بطريقة جيدة ما عدا الدراسة، التركيز مالته بالدراسة تركيز ضعيف، بس لما دا أدزه للسوبر ماركت يشتري للأشياء، ولما دا أطلب منه أشياء أخرى دا يسويها. وطبعا الطفل أيضا تعرض إلى ظروف الحرب بسوريا قبل ما يهاجرون إلى تركيا، فأكيد هذا قد تركت عليه فد آثار
على صحته النفسية، يمكن على يعني نومه، يمكن على الأشياء الأخرى، لأنه صار عنده صدمات متعددة وهو ما زال طفل. فنصيحتي للأخت أنه هذا الدواء حقيقة ما نستخدمه في بريطانيا لفرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال. دواء الريسبيريدال أو الريسبيريدون هو مضاد للذهان، أنتي سايكوتيك ميديكيشن، لكن يستخدم بشكل واسع من قبل الأطباء في علاج العديد من الحالات اللي ما بها ذهان، يعني مثلا اضطرابات القلق، اضطرابات يعني الاضطرابات الوجدانية، مثلا اضطراب ثنائي القطبين، بعض اضطرابات الكآبة أيضا لما يكون وياها شوية ذهان، بس ما نستخدمه للأطفال اللي عندهم فرط الحركة وتشتت الانتباه. يعني حتى لو كان ابن هذه السيدة، حتى لو كان عنده ADHD أو فرط الحركة وتشتت الانتباه، ما نعطي هذا الدواء، وإنما نعطي أدوية أخرى خاصة بهذا المرض، مثل أدوية الريتالين أو الميثالفينيديت. هاي الأدوية هي يعني تستخدم للأطفال في هذه الحالة، صار لها عشرات السنين، فهي أدوية آمنة مع مراقبة الطفل. ممكن أنه ما تسوي أي أعراض جانبية طويلة الأمد على الطفل، فلذلك هي الأأمن في استخدامها، أفضل من الريسبيريدون. فنصيحتي لك يا أختي، طبعا هو هذا الدواء قد وصفه طبيب بعد أن قيم طفلك، فأنا ما أقدر أجي أقول هذا التشخيص غلط أو هذا الدواء غلط، بس كل اللي أقوله أنه ممكن أنه ترجعين على الطبيب وتقولي له إذا أنت شاك بفرط الحركة وتشتت الانتباه، هل ممكن أنه نستخدم دواء الميثالفينيديت اللي هو يعني ستيميلانت ميديكيشن أو يعني محفز للدماغ. إذا قلت الطبيب لا، يعني رأيي أنه تستخدمين هذا الدواء، ممكن تستخدمين هذا الدواء. وأنا أعتقد يعني دائما الأطباء لما يطون هذا الدواء للأطفال يطوه بجرعات جدا قليلة، يعني تقريبا يمكن يطوه ربع ملغرام، واللي هي الجرعة للكبار تقريبا توصل إلى 6 ملغرام باليوم، فهما يطوه ربع ملغرام، يعني جرعة جدا قليلة. الدواء طبعا ممكن أنه يسبب نعاس شديد، شعور بالتعب، شعور بالخمول، وهذا قد يؤثر على تركيز طفلك أكثر. فلذلك أنا رأيي الشخصي أنه هذا الدواء يعني يمكن مضاره راح تكون أكثر من منافعه في طفلك، بس قلت لك أنا ما لي حق أنه يعني أقول لك أنه الدكتور اللي شافه هو رأيه غلط أو قراره غلط، بس أقول لك أنه ارجعي له. السؤال الآخر أنه من بندر كابور يقول: دكتور، أني أختي صار عندها حالة في وقت حظر ومدى نقدر نعالجها بسبب الحظر والأطباء معزلين، يعني مغلقين، مغلق العيادات، ممكن الحال راح نموت من وراء حالة أختي. الله يعينكم أخي بندر. طبعا صح، هي العيادات الخاصة أو حتى العيادات العادية للأطباء النفسيين قد أغلقت في معظم الدول اللي صار بها هذا الوباء، لكن هنا المستشفيات ما زالت مفتوحة، هنالك أطباء نفسانيين أيضا ممكن أنه يشتغلون لحد الآن في هذه المستشفيات، فممكن أنه تروح تراجع المستشفى نفسها، حتى لو تأخذ يعني أختك للطوارئ إذا كانت حالتها جدا يعني سيئة، وهم ممكن أنه يتصلون ب يعني طبيب نفسي يكون يا أما دا يعمل في هذه المستشفى، أو هم عندهم تفاصيل الاتصال به وهو يعمل من بيته مثلا، فممكن أنه تحصلون على يعني خدمة. فهذا السؤال والله تكرر كثير، أنه يعني الأطباء الآن العيادات مغلقة وعندي مريض نفسي عنده أعراض جدا شديدة، هل يعني ماذا أفعل؟ نصيحتي لكم أنه تذهبون إلى المستشفى وإن شاء الله تجدون من يساعدكم. وبعدين إحنا الأطباء اللي يشتغلون بالمستشفيات، يعني سواء كان أطباء الطوارئ أو الباطنية أو حتى الجراحة، يعني هم كلهم كملوا من كلية الطب، وإحنا بكلية الطب ندرس الكثير من يعني المواد عن الاضطرابات النفسية، فيعني هم أيضا راح يكون عندهم خبرة بأنه يوجهوك بالاتجاه الصحيح، أو مثلا ممكن يطوها علاج يهدئها إلى أن تشوفون طبيبكم العادي.